عليه أن يتجنب أو يبتعد عن الحلف بقدر المستطاع إلا إذا خوف. نعم على الإنسان أن يبتعد عن الحلف. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه يمسك ثم يمحق. لكن إذا طلب من الإنسان في جهادة أو نحو ذلك أن يحلف، لا شيء عليه للإنسان أن يحلف، ولكن عليه أن لا يكثر من الحلف، وأن لا يعني يعرف به، ولا سيما في البيع والشراء عليه أن يتجنب الحلف، وأن يكون صادقا في قوله وفعله، وأن يعني يتخلق بأخلاق